وأن قوات الأمن تطارد المهاجم. من تل أبيب مع الباحث والمحاضر في جامعة بار إيلان مردخاي كدار. سيد كدار، مرحبا بك معنا. دعني أسألك، كيف تتفاعل هذه القضية، هذا الهجوم على المستوطن مع ابنتيه في الأوساط الإسرائيلية؟ هل نعرف أي أشياء إضافية عن الحادث؟ أولا النيوز هو أن هذا الشخص الذي أصيب قد خرج من الخطر، وهو الآن يتعافى في المستشفى، ونتمنى له الشفاء الكامل. هذا أولا. ثانيا، تم القبض على الإرهابي الذي أطلق عليه النار، وهذا مصير كل إرهابي يتصرف بهذه الصورة المشينة. ثالثا، لقد قلت سيدتك بأن هذه الضفة الغربية المحتلة هذا خطأ، هذه يهودا والسامرة المحررة من الاحتلال الأردني الغير شرعي الذي كان 19 عام. حسب القانون الدولي هذه أراضي محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، احتلها الجيش الإسرائيلي عام 67، وأنتم عضو في الأمم المتحدة، إذا القوانين الأمم المتحدة تنطبق عليكم. أخي العزيز، من الناحية القانونية هذه الأرض محررة من الاحتلال الأردني الغير شرعي والغير قانوني الذي كان 19 عام. حسب القانون الدولي هذه أراضي فلسطينية احتلتها إسرائيل. أنا أتحدث عن القانون الدولي وليس عن القانون الإسرائيلي، لأنه يمكن لكم أن تفسروا القانون كما تريدونه أنتم في إسرائيل. هذا ليس الموضوع. الموضوع يتعلق بالرد الإسرائيلي المحتمل الآن. سيد مردخاي، كيف سيكون الرد؟ هل سنرى عملية شبيهة بما جرى في جنين؟ لا لا لا، نحن لا نبحث عن العهد الثار. نحن قبضنا على الجاني الذي قام بهذه العملية، وهو سيواجه القانون. أنا أعتقد أنه حيرزق، أنا لا أعلم ما هو مصيره، ولكن نحن نعامل كل من يطلق النار لنا يعني بقبضة من حديد. ليس لنا أي شيء ضد الفلسطينيين كشعب أو كمجموع، ولكن ضد هؤلاء الذين يطلقون النار علينا نحن سنقضي عليهم إن عاجلا أم آجلا. شكرا لك. من تل أبيب الباحث والمحاضر في جامعة بار إيلان مردخاي كدار، أشكرك.